بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في بقية ما يؤخذ من الآيات السابقة، من قوله تعالى يسألك أهل الكتاب إلى قوله ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فيؤخذ من هذه الآيات إضافة إلى ما سبق تحيل اليهود على محارم الله سبحانه وتعالى، وذلك في السبت حينما نهاهم الله عن صيد الحيتان في يوم السبت ابتلاء وامتحانا. ومن تمام الامتحان أنه يكثر ورود الحيتان في هذا اليوم إغراء لهم، فقاموا وحفروا الحفر ووضعوا الشباك، جعل السمك يسقط في الحفر وتمسكه الشباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوها وقالوا إننا لم نصده. فهذا تحيل على محارم الله عز وجل، ويلحق بهذا كل من تحيل على محارم الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال لا تفعلوا فعل اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ويؤخذ من هذه الآيات كفر اليهود بما مع موسى من الآيات البينات، مع أن الله آتاه الآيات البينات الكثيرة، فإنهم مع ذلك كفروا بها واتبعوا أهواءهم وقالوا قلوبنا غلف، نسأل الله العافية. ومن جرائم اليهود قتلهم الأنبياء، فإنهم قتلوا الأنبياء لما جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم، ولهذا قال وقتلهم الأنبياء بغير حق. والأنبياء الواجب توقيرهم واحترامهم والإيمان بهم ومحبتهم واتباعهم، لأنهم جاءوا بخير البشرية، فلا يليق بهم أن يؤذوا وأن يعاندوا، وأشد من ذلك أن يقتلوا. فقتل النفوس كما هو معلوم من الكبائر الموبقة بعد الشرك، لا سيما إذا كان قتل للأنبياء. والكبائر تختلف، بعضها أشد من بعض، فقتل الأنبياء أشد قتل النفوس، وقتل الأقارب والأرحام من أشد قتل النفوس، من قتل الأولاد خشية إملاق، وكذلك قتل بقية الأقارب فيه قطيعة للرحم، وفيه قتل للنفس البريئة إلى غير ذلك. ويؤخذ من هذه الآيات اعتذار اليهود عن قبول الحق بقولهم قلوبنا غلف، فهذا اعتذار بارد، لأن قلوبهم في الأصل على الفطرة تقبل الحق، لكنهم بفعلهم وإجرامهم فالله جل وعلا طمس على قلوبهم. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ولهذا قال بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب كفرهم. ويؤخذ من هذه الآيات أن الكفر سبب للطبع على القلوب، وكذلك بقية الذنوب والمعاصي فإنها تؤثر في القلوب، إما بإمراضها، وإما بموتها، وإما بالختم عليها حتى لا يصل إليها قبول الحق. ويؤخذ من هذه الآيات افتراء اليهود على مريم الصديقة، حيث اتهموها بالزنا، قبحهم الله، قد برأها الله من ذلك، وهي امرأة صديقة، وذكر الله نشأتها
وهم يعرفون ذلك، يعرفون من أين، يعرفون من من أين ولدت، وهي من عمران عليه السلام، ويعرفون أمها، ويعرفون نشأتها وأنها نشأت في كفالة زكريا عليه السلام، وأنها اتخذت من دونهم حجابا لتخلو بطاعة الله ولتستتر عن مرأى الرجال، فهي العفيفة الصينة الطيبة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. ويشبه افتراء اليهود على مريم عليه السلام افتراء الفرق الضالة أو بعض الفرق الضالة من هذه الأمة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورميها بما برأها الله منه، فمن رماها بما برأها الله منه فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. لكن هذا فيه شبه باليهود، وهذا مما شابهت فيه هذه الفرقة الضالة، شابهت به اليهود، نسأل الله العافية. ويؤخذ من هذه الآيات بيان أن الله نجى المسيح منهم ورفعه إليه، فالله جل وعلا مكر بهم بأن أظهر لهم شيئا على خلاف الحقيقة، ورفع المسيح إليه من بينهم وهم لا يشعرون. فهذا فيه ثبوت رفع المسيح عليه السلام إلى السماء، وفيه علو الله جل وعلا على عرشه فوق سماواته، لأن الرفع إنما يكون إلى أعلى. وفيه أن المسيح عليه السلام رفع بروحه وبدنه حيا لم يمت. وأما قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، المراد بالتوفي توفي النوم والله أعلم، فإن النوم يسمى وفاة صغرى. قال الله جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم النهار، أو أن المراد أن بالتوفي القبض، أن الله قبضه حيا ورفعه إليه سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآيات أيضا نزول المسيح، ثبوت نزول المسيح في آخر الزمان، وإيمان البشرية به، حتى اليهود الذين عادوه وكفروا به فإنهم يؤمنون به في آخر الزمان. ونزوله عليه الصلاة والسلام هو من علامات الساعة، وهو ينزل ليقتل الدجال وليحكم بالإسلام الذي بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون تابعا لنبينا. ثم قال جل وعلا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فيه أن الرسل يشهدون على الأمم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم بلغوهم رسالات الله. قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله جل وعلا، وكما أن الله جل وعلا جعل هذه الأمة ورسولها شهيدة على الأمم يوم القيامة، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. ففي يوم القيامة تشهد هذه الأمة، في يوم القيامة يسأل الله الرسل أنهم بلغوا أممهم، فيقولون إنهم بلغوا أممهم ما أرسلهم الله به، فيقول الله من يشهد لكم؟ ويقولون محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فذلك قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكيف تشهد هذه الأمة وهذا الرسول وهم آخر الأمم؟ يشهدون بما أنزل الله جل وعلا في التوراة والإنجيل والقرآن، لأن الله أورثهم الكتاب
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فالله أورثهم الكتاب المنزل من عند الله، وفيه أن الرسل بلغوا هذه الكتب السماوية، فيها أن الرسل بلغوا أممهم ما أرسلهم الله به، فتنقطع حجتهم عند الله جل وعلا. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.